للمزيد ينضم إلي مباشرة الأستاذ محمد محمود الباحث في الشأن العربي. أستاذ محمد، أهلا بك معنا في أون لايف. ما الرسالة التي قصدت الولايات المتحدة الأمريكية إيصالها إلى روسيا تحديدا داخل سوريا، خاصة أنه وزارة الدفاع الروسية قالت أن الولايات المتحدة لم تستخدم قنوات الاتصال فيما بينها لتنسيق هذا العمل؟ إذن هناك رسالة تريد الولايات المتحدة إيصالها؟ الحقيقة إن دي تاني مرة يتم فيها تعليق مذكرة أمن التحليقات في سماء سوريا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا. المرة الأولى كانت في إبريل 2017 بعد ضرب الولايات المتحدة الأمريكية لمطار الشعيرات السوري. الحقيقة إن في ثلاث تقديرات موقف ممكن يتم بهم تفسير التصعيد الأمريكي. تقدير الموقف الأول، وهو أعتقد هو الأرجح، هو وجود جيمس ماتياس وزير الدفاع ومساحة الاستقلالية التي منحها له ترامب في التعامل مع الملف السوري وفي العديد من الملفات الأخرى وأبرزها الملف الأفغاني. جيمس ماتياس، العديد من التقارير الأجنبية قبيل توليه لوزارة الدفاع تم وصفه بتعبيرات عديدة ملخصة أنه مهووس بالحروب. جيمس ماتياس يكن أو يديه آراء متطرفة وعدائية تجاه إيران وتجاه روسيا، وبالتالي اعتقد ان سياسته تجاه روسيا ليست سياسه وديه، خاصه انه قبل اسبوع قد صرح بانه لا توجد دلائل عن ان روسيا ترغب في اقامه علاقات ايجابيه مع الولايات المتحده، فهي اختارت ان تكون منافسا استراتيجيا. فاعتقد ان جيمس ماتياس يريد ان يعود بالولايات المتحده مره اخرى الى الساحه السوريه. نعم، حضرتك ذكرت أنه ليست هذه المرة الأولى التي تعلق فيها روسيا اتفاقية التعاون الخاصة ب المذكرة الخاصة بمنع الحوادث في الفضاء السوري، وما الذي يمكن أن تنتج إليه الأمور مزيدا من التصعيد ما بين موسكو وما بين واشنطن، وكيف ستؤثر هذا على العمليات الموجودة في الرقة الآن؟ أستاذ محمد، إذا كنت تسمعني، ليست هي المرة الأولى التي تعلق فيها روسيا اتفاقية التعاون المبرمة للتنسيق في منع الحوادث في الفضاء السوري، كيف سيؤثر هذا التعليق، خاصة أنه روسيا قالت أنها ستتعامل مع أي أجسام متحركة بصفتها أهداف يجوز لها أن تقصفها أو تسقطها إذا مرت في غرب نهر الفرات داخل سوريا؟ كيف سيؤثر هذا التصعيد ما بين موسكو وواشنطن خصوصا على العمليات الحادثة في الرقة الآن؟ أعتقد أن الوضع العسكري حاليا في سوريا بيذهب في اتجاه أو في صالح النظام السوري عن طريق الدعم الإيراني الروسي، وبالتالي العمليات العسكرية قد تم حسمها بنسبة تتعدى 90% لصالح النظام السوري، ولن يحدث تغيرات عسكرية على الأرض إلا مع تدخل عسكري أمريكي قوي أقوى من الوضع أو أقوى من التواجد العسكري الأمريكي الحالي. فبالتالي أعتقد أن ترامب بيسعى عن طريق مناوشات من الفترة من الوقت للآخر إصالة الحليف الروسي لإعادة تموضع عسكري أمريكي في سوريا يسمح له بإعادة تمركز سياسي جديد للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، بحيث خلق واقع عسكري جديد يمنح المعارضة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قوة عسكرية أكبر، ويحد من قوة بشار الأسد وحلفائه العسكرية، بما يسمح بوجود أمريكي أكثر في سوريا. هذا طرح مقبول، ولكن هل يجوز أن يتم هذا من دون تسويات سياسية؟ يعني فكرة أن تشتبك القوات الروسية مع القوات الأمريكية على الأرض بدلا من أن يتم التنسيق ذلك سياسيا، وتبدو الحكاية وكأنها صفقة. الحقيقة زي ما قلت لحضرتك في البداية، إن الموقف في سوريا معقد، وسياسات ترامب في الشرق الأوسط هي أيضا تتسم بنسبة كبيرة من الغموض. فقبل تولي ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وحتى بعد توليه، كان يتحدث بمنتهى الثقة أنه لا ينوي التدخل في سوريا،
وأن أي تدخل سوف يكون لأغراض إنسانية فقط. ولكن عقب تكرار هذا التصريح في مارس 2017 فوجئنا عقب هذا التصريح بأسبوع بالضربة العسكرية الأمريكية لمطار الشعيرات. وهذا يدل على شيء، فيدل على أن ترامب إما لا يملك أجندة واضحة لسياساته تجاه سوريا، أو أنه يراوغ الغرب، يراوغ روسيا ونظام بشار أسد بتصريحاته المهادنة، وأنه يمتلك أجندة مختلفة تماما تجاه وضع سوريا، وأن جيمس ماتياس وزير الدفاع هو من يقود هذه الأجندة خصيصا وأن جيمس ماتياس يرى أن روسيا ونفوذها في الشرق الأوسط ونفوذها في العديد من المناطق في العالم تمثل الخطر الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية. نعم، ماذا بشأن الطرحين الآخرين اللي حضرتك ذكرتهم؟ يعني ذكرت في البداية أنه هناك يعني ذهبت إلى الطرح الأول ولم تذكر لي الطرحين الآخرين. زي ما قلت لحضرتك، الطرح الأول بيتمثل في مساحة الثاني والثالث أكبر. نعم، أنا أتحدث عن الثاني اللي حضرتك تحدثت عنه في التعامل مع الملف السوري. الطرح الثاني وهو منح الولايات المتحدة مزيدا من الوقت لتعزيز نفوذها العسكري في سوريا، وبالتالي تعزيز نفوذها السياسي، وبالتالي تعزيز موقعها العسكري في طاولة المفاوضات، ولا يخرج الحل السياسي في صالح النظام السوري وفي صالح تعزيز النفوذ الروسي دون الأمريكي. أما الطرح الثالث وهو لا يتعارض مع الطرحين الأول والثاني، وهو أن ترامب يحاول التغطية على الأزمات الداخلية التي تعصف في مكتبه البيضاوي والتحقيقات التي تستمر إلى الآن للخروج من هذا المأزق بعملية عسكرية وربما تصعيد عسكري مع روسيا، يحقق له نسبة من الاصطفاف سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي، وبالتالي هدوء على المستوى الداخلي أكثر وتركيز في المعركة التي ربما يخترقها أمام روسيا في سوريا. نعم، إذن هي لطمة غير مباشرة أعطتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى روسيا، وهل تعتقد أنه طبعا بالطبع روسيا الآن في موقف محرج؟ ما الذي يمكن أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة تدارك الموقف بعد هذا الرد الروسي العنيف؟ في الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عقب إسقاط المقاتلة الروسية، وتحدثت عنها وهناك حاولت التواصل مع القيادات الروسية أكثر من مرة، ولكن بدأ أن روسيا أغلقت قنوات التواصل إلى الآن. لا يبدو حل سياسي في الأفق، ولا يبدو أن هناك متفاهمات ستحدث في المستقبل القريب. ربما الآن يعني زي ما قال الكرة في ملعب الحليف الروسي، فالحليف الروسي أو الطرف الروسي هو من بيده الآن إما تهدئة الموقف مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطع كل سبل التصعيد أمامها أو إثارة نزاعات مسلحة، وإما التصعيد ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد التحالف الدولي في الرقة، ومن ثم بداية مناوشات عسكرية وبداية معركة سياسية غير مضمونة العواقب. نعم، شكرا لك، كنت معي مباشرة الأستاذ محمد محمود الباحث في الشأن العربي.